يا مرحبا ويا مسهلا بالشباب، الله يسعدكم يعطيكم العافية. زي ما انكم شايفين خلفي الآن ستارة باب المنارة، هذا في قرن 13 هجري يا أخوان. هذه الستارة اللي كان يدخل فيها الإمام والمؤذن في المسجد النبوي الشريف، وخلفي يا أخوان زي ما انكم شايفين ما شاء الله تبارك الله شريط كسوة الكعبة، وهذا الشريط ما شاء الله تبارك الله في عام 1393 أيام الملك فيصل الله يرحمه، ما شاء الله تبارك الله. طب يا أخوان هذا كان في قرن 12 زي ما أنكم شايفين، هذا هو الشمع دان، كان الإضاءة بالشمعة داخل المسجد النبوي الشريف. وفي القرن 14 بالزيت، هذا كان بالزيت، هذا هو في القرن 14 قنديل إضائي. وهذا يا أخوان كان أيضا في القرن 12 واللي هو أيضا شمع دان، واللي هو كان الإضاءة داخل المسجد النبوي الشريف بالشمع. وهذا يا أخوان أتوقع تعرفوه اللي هو حق البخور في المسجد النبوي الشريف، وتشوفوه أيضا في الحرم المكي. هذا في عام أو في التاريخ أو تاريخ القرن 14 وما زال موجود. والله يا أخوان خسارة كبيرة جدا اللي ما حيزور هذا المعرض. فيا أخوان نحن كده وصلنا لنهاية حلقة اليوم، أعطونا رأيكم في التعليقات ونقول لكم سلام سلام.